كثيراً ما يقع الإنسان فريسة لحدوث الالتهابات المختلفة في الجسم. الروشتة التي يمكن صرفها للجميع، أنواع مختلفة من المضادات الحيوية والمسكنات، وأعداد كبيرة من البشر حول العالم يتناولون الإيبوبروفين. والإيبوبروفين هو دواء مضاد للالتهابات، يعمل على تسكين الأوجاع والتخفيف من الألم، ويستخدم وفق ما يقولون لعلاج أعراض التهاب المفاصل وتخفيف أعراض النقرس على سبيل المثال، أو تسكين وجع الرأس الخفيف إلى المتوسط، وتسكين آلام الانقباضات والعضلات، وتخفيف آلام الأسنان. وقد يستخدمه البعض من أجل خفض الحرارة، إما على شكل أقراص أو كبسولات أو كريم أو جل أو تحاميل أو حقن وريدية. وما سنعلنه في هذا الفيديو أن هناك عناصر طبيعية مشابهة لهذا الدواء قد تغنينا عن تناوله وتحمينا من آثاره الجانبية المدمرة. إننا نضع اليوم زيت الزيتون فائق الجودة كخيار بديل ورائع، ولكن هناك ملاحظات تغذوية وشروط من أجل الحصول على فوائد زيت الزيتون. زيت الزيتون البكر فائق الجودة، وتأكدوا أولاً من حصولكم على النوع الأصلي البكر، إذ وفقاً للعديد من الدراسات العلمية ووفقاً للعديد من أخصائيي التغذية العلاجية، فقد أكدوا أن زيت الزيتون البكر يحتوي على مركب كيميائي رائع يسمى أوليكانثال، وهذا المركب يتمتع بقدرة متميزة على محاكاة مفعول عقار الإيبوبروفين. وهذا ما ذكره الدكتور إيريك بيرغ، وهو معالج يدوي متخصص في التغذية العلاجية، إذ يوافق حديثه ما أثبتته أحدث الدراسات العلمية من أن هذا المركب الطبيعي المتوفر في زيت الزيتون البكر يعتبر مضاداً للالتهاب، بل ويعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، وهو المسؤول عن الطعم القوي واللاذع في مؤخرة الحلق عند تناول أو شرب زيت الزيتون، خاصة إذا كان بكر، في حين أن عدم الشعور بهذا الطعم عند تناول زيت الزيتون البكر يعني على الأرجح أنه ليس النوع الأصلي من الزيت. ويجب أن نعرف أن هناك أنواعا كثيرة للأسف الشديد مغشوشة من زيت الزيتون، وهذه علامة مهمة من أجل التأكد من سلامة هذا الزيت. إن التأثير البيوكيميائي لهذا المركب يتمثل في تثبيط بعض الأنزيمات، وهذه الأنزيمات هي المسببة للالتهاب، أما تثبيطها فيؤدي إلى التخلص من الالتهاب. ويشابه هذا المركب في زيت الزيتون في تأثيره مفعول الإيبوبروفين، وهذا رائع للغاية، وهو كنز حقيقي بين أيدينا. بالطبع نحن لا ندعوكم للإقلاع عن تناول أدويتكم، ولكننا نلفت انتباهكم إلى أهمية هذه الهبة الربانية التي يمكن إضافتها إلى أنظمتنا الغذائية من أجل الوقاية من حدوث الالتهابات وتوفير الوقت والجهد والألم. كيف نتناول زيت الزيتون من أجل أن يؤدي هذا الدور المهم؟ الكمية الواجب تناولها وفق ما يؤكد الدكتور إيريك بيرغ 15 ميلي جرام. يمكن إضافة هذه الكمية إلى السلطة يومياً في وجبة الإفطار، وتخيلوا أن يجتمع هذا العملاق مع بعض الأصناف التي يمكن إضافتها إلى طبق السلطة الخضراء، ونتحدث هنا عن البصل الأخضر وأوراق الجرجير وأوراق الخس. وينصح بتناول زيت الزيتون لمن هم عرضة للإصابة بالالتهاب، وخاصة الالتهابات في المعدة. ويمكن هنا الحرص على تناول زيت الزيتون البكر مع عصير نصف ليمونة مرتين في الأسبوع على الأقل،
أثناء تناول وجبة الإفطار أو بعد تناول وجبة الإفطار، وثمة من يتحمل أن يتناول هذا الفنجان من زيت الزيتون والليمون على الريق فيحصل على فائدة رائعة. ملاحظة مهمة إلى جانب هذه المعلومات، الإصابة بالالتهاب مؤشر على كثرة استهلاك الكربوهيدرات ضمن أنظمتنا الغذائية، ولذلك يجب اتباع حمية غذائية صحيحة ومتوازنة بعيدا عن تناول الكربوهيدرات، وخاصة السكر الأبيض والدقيق الأبيض، إلى جانب الامتناع عن تناول الزيوت المهدرجة والمأكولات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة وملونات وأصباغ ومواد اصطناعية تحدث ارتباكا على مستوى الخلايا في الجسم، ما يهيئ جسمك لحصول ذلك الالتهاب. إننا نتحدث عن مركب طبيعي يمكن استثماره، ولكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك بنية صحية تغذوية سليمة. يساعد هذا المركب المتواجد في زيت الزيتون على الحد من تشكل بيتا النشواني، وهي الطبقات التي تتشكل بفعل الإصابة بالزهايمر، كما يتمتع هذا المركب بخصائص مضادة للسرطان على كثرة أنواعه بدون أن يؤثر على الخلايا السليمة، لذا فهو انتقائي في استهداف الخلايا السرطانية خلافا للسليمة، وذلك بتتبع ما يسمى اليحلول في الخلايا السرطانية الذي يعد مكان تجمع المخلفات. ثمت أيضا بعض الإنزيمات التي تفككه، تمنع هذه الإنزيمات من تحلل المخلفات داخل الخلية السرطانية، ونحن نتحدث هنا عن منع الانتشار، وهو ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية في غضون 30 دقيقة، فضلا عن دوره في بعض التأثيرات الأخرى التي تدفع بالخلية السرطانية للقضاء على نفسها فيما يطلق عليه الاستماتة. أيها الأعزاء، إن إضافة زيت الزيتون البكر الأصلي إلى طبق السلطة اليومي وتناول هذا الزيت مع طبق الفول المعد منزليا مثلا، أو تناول فنجان من زيت الزيتون مضافا إليه عصير الليمون، يمنحك فوائد مذهلة قد يصل تأثيرها ربما إلى منع تشكل السرطان، وربما تستفيد في كثير من المسارات داخل الجسم دون أن تدري. إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بتناول زيت الزيتون مع الليمون في الصباح الباكر على معدة فارغة، أخبرنا عن تجربتك. وأخيراً، إن تناول هذا الخليط وهذا المركب بفوائده العظيمة إلى جانب ما يحتويه زيت الزيتون من العديد من العناصر التغذوية، يعمل على تعزيز صحة القولون، ويعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، كما يساهم في فقدان الوزن، ويعمل على تقوية عمل الجهاز المناعي، ويحمي القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة، كما يعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول المرتفع، ويعمل على ضبط مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الدماغ. ولكن للاستفادة من هذه المركبات الفريدة لابد أن يكون هناك أساساً تغذوياً سليماً، يتمثل في المقام الأول بالابتعاد عن تناول الكربوهيدرات المكررة، وتحديداً السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات الجاهزة التي تضم العديد من المواد الحافظة المدمرة لصحتكم. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم، شكراً لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.